لكل من يريد بيع منتجات متعددة الصفات مثل فئة الملابس أو الأحذية أو الهواتف، سيكون عليه من الصعب إعلان منتجاته إذا لم تكن الإمكانية لإعلان المنتجات بطريقة الفاريشنز. تخيل أنكم ستبيعوا آيفون 5 ولديكم منه بلون أسمر أو أزرق أو ألوان أخرى، وأيضا بعدة أحجام للذاكرة. سيكون عليكم إنشاء عدة صفحات مبيعات لكل صفة، وسيكون هذا أيضا مكلف لأننا سندفع رسوم إعلان صفحة مبيعات بمبلغ أكبر. لذلك إنشاء صفحة مبيعات بطريقة الفاريشنز تحل لنا هذه المشكلة. أيضا أعلن هذا الفيديو حسب طلب المستخدم أو المستخدمة روائع النجوم. هيا بنا ننتقل لموقع إيباي وأريكم كيفية إنشاء صفحة مبيعات على نمط الفاريشن. أنا الآن موجود في الصفحة التي من خلالها يمكننا إنشاء صفحة المبيعات، وانتبهوا لهذا البند الذي يسمى بالفاريشنز. من خلاله يمكننا إنشاء الفاريشن، أي تعريف عدة أوصاف للمنتج الذي سنبيعه. فكما نرى هنا يكتب لنا هذه الجملة، فالفاريشنز لا يدعم طريقة الأوكشن، فعليكم أولا تغيير طريقة البيع من أوكشن إلى باي إت ناو. فعليكم أولا النزول إلى تحت، وكما نرى هنا السيلينج ديتيل، تغيير الفورمات من أوكشن إلى فيكس برايس. عند الضغوط عليه ننتظر قليلا، ومن ثم نرجع إلى فوق، وسنرى هنا فتح لنا الإمكانية لإنشاء الفاريشنز الخاصة للمنتج الذي سنبيعه. فلبدء العملية نضغط على Create Variation، سأضغط عليها، ومن هنا نبدأ بإنشاء الفاريشنز. في الفاريشنز يوجد عاملين أساسيين، أولا الأتربيتس والأوبشنز. الأتربيتس هو العامل الأساسي للمنتج. لنفترض إذا أنا سأبيع آيفون 5، العوامل الأساسية أو الصفات الأساسية التي سأعرفها عادة سيكون أو لون المنتج، أو مثلا حجم الذاكرة للمنتج، أو عدة أوصاف أخرى. فهذه الأتربيتس هي العوامل الأساسية. فكما نرى هنا إيباي يوجد لديه عاملين لقد عرفهم من قبل، وهذه هي فقط عوامل أساسية يمكننا حذفها ويمكننا إضافة أي معطى نريد. ففي هذه الحالة التايب والكمبيتابل موديل يمكنني حذفها، وهنا سأضغط على آد، سأضغط عليها، وهنا يعطي لي عدة صفات أو عوامل أساسية التي يعرف إيه بأنني سأختارها، كما نرى هنا الكلر وعدة صفات أخرى. فلنفترض أنني أريد أن أعرف الكلر، هذا هو الكلر، وأريد أيضا حجم الذاكرة. حجم الذاكرة كما نرى هنا لا يتبين لنا، ففي حالة إذا لم تروا المعطى أو الصفة الأساسية التي تريدون تعريفها يمكنكم الضغط على Add Your Own Attribute كما نرى هنا. فعند الضغوط عليه، سأضغط عليه، سيفتح لنا هذا المربع، وهنا سنكتب اسم الذاكرة أي حجم الذاكرة. حجم الذاكرة بالإنجليزية Capacity، هنا سأكتب Capacity وأضغط على Save. عند الضغوط على سيف كما نرى لقد تعرف الصفات الأساسيتين التي عرفتهم، وهو الكلر أو كاباسيتي. يمكنني إضافة معطيات أخرى عن طريق الضغط على Add. نفترض أنني سأختار Type، أو يمكنني الضغط على Add Your Own Attribute، ويمكنكم هنا تعريف المعطى الثالث. سأضغط على Cancel. والأوبشنز هنا لكل معطى أساسي يوجد الأوبشن، الإمكانيات، الصفات التي سنعرفها. فلنفترض إذا عند الضغوط على Color، هنا نرى أنه لقد عرف عدة ألوان أساسية. فلنفترض أنني أريد بيع آيفون بلون أسمر ولون أزرق ولون بني، فيمكنني هنا الضغط على Black, Blue, Brown. إذا لم نرى اللون الذي نريد تعريفه يمكننا الضغط على Create Your Own، سأضغط عليها، وهنا يمكننا كتابة اللون الذي لا نراه هنا.
في هذه الحالة سأبقي فقط البلاك اند بلو. وعند ضغط على كاباسيتي نرى ايبي لم يعرف اي هنا لا نرى اي امكانيات لحجم للهاتف. فسنضغط على add your own وهنا سنكتب لنفترض 32 جيجا. سأضغط على add ونرى هنا اضافة 32 جيجا. سأضغط مرة اخرى create your own وهنا سنفترض سأكتب 40 جيجا واضغط على add. فهكذا عرفت جميع العوامل، عرفت هنا اللون وعرفت ان الالوان التي يوجد لدي للهاتف black and blue، والكاباسيتي الحجم يوجد لدي 64 و 32. أيوجد لدي هواتف بلون بلاك وبلو وبحجم هذه الذاكرة؟ وهنا نرى التلخيص لكل ما عرفته. عند التأكد من كل شيء نضغط على continue. يمكنكم حذف هذه، إذا تريدون حذف إحدى العوامل يمكنكم من خلال هذه المربعات يمكنكم حذفها، كما نرى هنا يوجد الإكس. فعند الانتهاء والتأكد من جميع التفاصيل نضغط على continue. سأضغط عليها وننتقل للمرحلة التالية. هنا نرى التلخيص، يوجد لدينا أربع variations، أربع صفات: black، هاتف بلاك بذاكرة 32 و 64، وهاتف بلو ب 32 و 64. سأنزل إلى تحت وهنا ننتقل لفئة الفوتوز. في الفوتوز هنا هذه هي المين فوتوز، أي هذه الصور التي ستعرفونها هنا ستكون الصورة الرئيسية للصفحة والتي ستتبين في صفحة نتائج البحث، والتي عند الدخول الزبون للصفحة سيراها في المقدمة. فدائما أنصحكم هنا تعريف الصورة الرئيسية للمنتج وتجمع جميع الهواتف بجميع الصفات. فلنفترض هنا الذاكرة لا يوجد لها صورة معينة، أما البلاك أند بلو والبلو يوجد لديهم صفات. فأنصحكم هنا لنفترض صورة الهاتف وهو بلون بلاك وصورة الهاتف بلون بلو بصفحة بصورة واحدة. فهنا دائما تعرفوا الصورة الرئيسية. سأعرف هنا صورة عشوائية، لا أريد لم أحفظ أي صورة حاليا، أنفترض سأعرف هذه الصورة. عند الانتهاء من تعريف الصورة الرئيسية يمكنكم هنا تعريف 12 صورة رئيسية. فعند الانتهاء من تعريف جميع 12 صور أو يكفي صورة واحدة ننزل إلى تحت. وهنا انتبهوا هنا Add Variations Photos، يمكننا هنا تعريف الكولر لكل لون صورة معينة. سأنتقل لصفحة مبيعات وأوضح لكم ماذا تعني هذه الإمكانية. هذه صفحة مبيعات لآيفون 5، فكما نرى هذه هي المين فوتو التي عرفت صورتي بها الآن. فعند الضغط على الكولر هنا والضغط على بلاك أو سليت، سأضغط عليه، نرى أنه انتقل أوتوماتيكيا للهاتف بلون بلاك. وعند ما عرفت هنا الوايت اند سيلفر انتقل للهاتف الابيض. فكيف يمكننا فعل ذلك؟ من خلال هذه الامكانيه. كما نرى يوجد يمكننا الضغط على كاباسيتي وتعريف للحجمين الذي عرفناهما صور معينه، لكن للحجم كما ذكرت من قبل لا يوجد صور. اما في الكلر يمكننا تعريفه، فكما نرى عندما عرفت كلر فتح لي البلاك والبلو التي عرفتها. فيمكننا هنا تعريف صورة للهاتف وهو بلون أسمر والضغط على بلو وتعريف الصورة للهاتف بلون أزرق. عند تعريف هذه الصور، حاليا لن أعرف أي صور، ننزل إلى تحت وفي هذا البند سنبدأ تعريف عدة عوامل. الأسكيو يمكنكم تعريفه، يمكنكم لا، أنتم غير مجبرين بتعريف الأسكيو. هذا هو فقط مصطلح تعريفي خاص لكم ولن يروه الزبائن. يمكنكم كتابة أي مصطلح تعريفي للمنتج، أنا عادة لا أستعمله. الـ UPC الرقم الخاص للمنتج، الباركود الخاص للمنتج، رقم الباركود هذا رقم عالمي ومعترف به عالميا. وهنا البلاك، وهنا نرى الصفات للمنتج، هنا الكولر بلاك وبذاكرة 32، هنا تعرف كم يوجد لديكم كمية منه، وهنا تعرف السعر للمنتج. فدائما هنا كما نرى
يوجد أربع variations، يوجد أربع منتجات التي سنبيعها، ونعرف لكل واحدة الكمية، السعر، الـ UPC. فهنا تعرف جميع المعطيات، وعندما تعرفوه تنتقلوا للمرحلة التالية. سأكتب هنا أسعار عشوائية. أيضا يمكنكم هنا من خلال هذه الإمكانية الضغط على ديليت إذا كنتم تريدون حذف إحدى الإمكانيات. وأيضا يمكنكم إذا لنفترض في المستقبل القريب تريدون بيع اللون بلو و64 جيجا ولا يوجد لديكم حاليا هذا المنتج وتريدون بيعه كمان أسبوع أو أسبوعين، يمكنكم هنا تعريف صفر، فبعدها يمكنكم الدخول لصفحة المبيعات وتعريف الكمية. عند الانتهاء تضغطون على Save and Close. افترض هنا سأكتب 30 دولار وهنا 10 دولار. نضغط على Save and Close. وهكذا انتهينا من تعريف الـ Variations. انتبهوا عندما انزل الى تحت، كما نرى هنا لا يمكننا تعريف سعر. لماذا؟ لاننا قد عرفنا السعر في الـ Variations. ففي هذه الحالة نحن غير مجبرين بتعريف الـ Variations. وأيضا الصور، انتبهوا هنا الصور للمنتج قد عرفت لأننا قد عرفنا الصورة. فهكذا يمكنكم إنشاء Variations للمنتجات التي تملكونها ويوجد لديها عدة صفات. ملاحظة مهمة أريد أن أقولها للنهاية، طريقة الـ Variations لن تتبين في جميع الفئات، وهي عادة موجودة في فئة الملابس، الأحذية أو الهواتف. وإذا لم تروا الرابط الـ Variations عليكم إيجاد فئة مشابهة ويوجد بها إمكانية إنشاء الـ Variations. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتم معلومات مفيدة لكم، ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب للاشتراك في قناتنا ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح، سأراكم قريباً.